هذه الأيام تمر الذكرى الأولى لفنان الخالد يوسف وهبي. كان يوسف وهبي هو دعامة المسرح الحديث وعميده بلا شك، بل وكان صاحب أول فيلم سينمائي ناطق أيضا. وفي هذا اللقاء كانت عدسات الزوم معه في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي في تونس، حيث أقاموا له أسبوعا لأفلامه. الفنان العظيم يوسف وهبي، واحنا بنحتفل بيك مع كل الناس في تونس بمناسبة وشاح الثقافة من الدرجة الأولى اللي حصلت عليه من الحبيب بورقيبة. أحب أسأل حضرتك في البداية، صحيح جد حضرتك من تونس؟ أنا جدي من مواليد تونس، هاجر من تونس إلى مصر واستقر في قرية اسمها طح الأعمدة في مديرية المنيا، وكان قد درس قانون الشرعي فأصبح قاضيا شرعيا، وفضل هناك وتزوج من هناك مصرية. كان والدي طبعا أول أولاد هديب قطب، ده اسم جدي التونسي الأصل اللي ظل بالملابس التونسية حتى توفى. وحضرتك أظن جيت ودورت على أنا لما جيت أول مرة لما كان حوالي 26 أو 27، بحثت في كل مكان فلم أستطع. في ناس بيقولوا في عائلة اسمها عائلة قطب، لكني لم أتأكد من أي بلد أو أي قرية أو أي مكان ولد فيه، ولذا بكل أسف لم أستطع أني أعرف المقر اللي أقدر أقول دي مقر عائلة جدي. أيوة فندم، متهيألي الوشاح ده ما هوش أول تكريم حضرتك بتحصل عليه من تونس، في قبل كده أظن وسام استحقاق كان في عهد باي تونس قبل الاستقلال، وفي وسام آخر من الحبيب بورقيبة، هل في أوسمة أخرى؟ في أوسمة عديدة. أول وسام فعلا، أنت تعرفي أن تونس دي البلد اللي تعتبر البلد التوأم لمصر، فأهلها مش بس يعني اسمها تونس الخضراء، أهلها كمان قلوبهم خضراء، فاستقبلوني استقبال كبير وتفضل الباي السابق ومنحني وسام الاسم أوفيسي. أيوة ده كانت أول مرة. تاني مرة منحني وسام جراند أوفيسي، فأنا ده أعلى طبقة، أعلى جراند أوفيسي ده أعلى نشان موجود. وبعدين تفضل السيد حبيب بورقيبة عندما شرف مصر ومنحني وسام الفنون، فأنا عندي ثلاث أوسمة من تونس. يا فندم طبعا واحنا بنتكلم عن الأوسمة، أولا نحب أوري السادة المشاهدين الوشاح اللي حضرتك أخدته، هي حلوة قوي. إذا كنا بنتكلم دلوقتي عن الوشاح والأوسمة، فأنا بيتهيألي إنه علاقة حضرتك الفنية بتونس بدأت بداية غير مشجعة، لأنها بدأت بالطرد. هي فعلا حصل كده. تعرفي في أيام الاستعمار كان الاستعمار هنا بيحاول إنه يقضي على اللغة العربية وعلى كل اتصال بين عربي وعربي، فبصعوبة جدا حصلت على الإذن إني أحضر إلى تونس، وكانت الرواية الأولى انتقام المهراجة. أيوة. انتقام المهراجة دي مسرحية وطنية، ربما من أوائل المسرحيات اللي بتحارب العنصرية، وهي قصة مهراجة تزوج من أفاقة أجنبية فلم تراعي كرامته ولا شرفه، إلى سائر موضوع الرواية. ففي نهاية أحد المشاهد لما بقول انظر إلى لون الشمبانيا الزاهي ثم انظر الى لون النبيذ الخاتم، زوجتي تمثل دور الشمبانيا وانا امثل دور النبيذ، فماذا يكون نتاج هذا المزيج الدموي؟ هو ابني، كل شيء فيه خليط فاسد، عينيه السوداوين تعلوهما غشاوة زرقاء، جلده الاسمر طلاوة صفراء، كل ما فيه يخلط بين الهندية والغربية، منبوذ من النوعين، مكروه من الجنسين، إذن فليسقط فاقد الوطنية. هاج الجمهور وماج، وكان هناك ابن الباي أو ولي العهد بيحضر، فتحمس الأول جدا. كان قاعد؟ نعم كان قاعد بيتفرج، فتحمس حماس شديد جدا وخزف بي بصحبة ورد كبيرة جدا،
وسببت نعرة قومية الرواية دي. وفي اليوم التالي فوجئت بأنه أرسلوا لي، قالوا لي المقيم الفرنسي يريد أن يلتقي بي. فأول ما رحت على هناك المقيم الفرنسي قال لي أنت جيت خصيصا علشان تحدث ثورة. قلت له لا، أنا جيت علشان أحدث ثورة ربما فكرية مسرحية. قال لي لا، مسرحيتك تدل، خصوصا أنك مؤلفها، تدل على أنك غرض، فأنت تحتم عليك أنك تخرج من البلد حالا، خصوصا أنك حتقدم الليلة رواية الدم، وطبعا رواية الدم دي حتكون أقصى علينا من رواية انتخام المهرجان. قلت له أبدا، رواية الدم دي تبحث بحث بسيكولوجي عن الوراثة، وهل يرث المجرم الإجرام عن أبيه؟ قال لي لا، اتفضل اطلع بره وقول للفرقة بتاعتك تساعد الخروج. فأنا ما وجدتش أسقط في يدي، ما وجدتش أعمل إيه. سألت ما فيش حد يمثل مصر؟ قالوا لا يمثل مصر إلا السفير الإنجليزي. فرحت السفير الإنجليزي، طبعا ما فيش وسيلة أخرى. حكيت له القصة، قال لي طب وليه ما جيتش عظمتني من أول يوم؟ قلت له أنا كنت فاكر إنه فيه من يمثل مصر غير الحكومة البريطانية. قال لي طيب اديني تذكرتين الليلة عشان أتفرج. قلت له خلاص، هم طردوني. حتى واخترعت في هذا الوقت كي أخلق سوء تفاهم، قلت له ده أنا قلت لهم حستنجد بالسفير البريطاني، قالوا لي ولا أساطيل إنجلترا تقدر تعمل لك حاجة. قال لي هم قالوا لك كده؟ قلت له أيوة. قال لي طب الليلة أنا هحضرك. أنا خرجت من عنده قلت هيحضرني إزاي؟ أنا بلم هدوم. وإذا بالساعة 5 بعد الظهر رسالة تصلني من المقيم العام تعتذر عن سوء التفاهم وترحب بوجودي في تونس حتى نهاية الرحلة. فنفعتني هذه الحيلة واستطعت أني أذهب إلى جميع مدن تونس فيما بعد. وقدمت بقى مسرحية الدم في اليوم ده. قدمت مسرحية الدم وقدمت مسرحيات أخرى. ومسرحية الدم فعلا كانت أقصى من المسرحية الأولى؟ لا بتاتا، مسرحية الدم بتبحث عن الإجرام. وهو بحث بسيكولوجي، بيقول يعني هل يا ترى إذا كان الأب مجرم هل يولد الابن مجرما أيضا؟ هي ملهاش دخل، لكنها تقع أحداثها في الهند. فيظهر أن مدير المطبوعات الرقيب، كانوا يسموه مدير المطبوعات، يظهر خاف من الاسم، فقال أنه الرواية دي أيضا زي رواية انتقام المهرجان. وقعدت حضرتك بقى وفضلت 20 يوم كملت الرحلة ودورت عن أرض الأجداد وكل شيء وكل شيء. وأحببت تونس بقى حب عميق جدا، واعتبرت وطن الثاني. يا فندم، تكريمك اللي بدأ به مهرجان قرطاج السينمائي السابع يخلينا نذكر أنه حضرتك دائما كنت الرائد في ميدان السينما دائما. يعني لو هقول لحضرتك مثلا، كلنا عارفين أنه فيلم زينب قصة الدكتور هيكل كانت من إنتاج حضرتك، ولو أنك ما مثلتش الفيلم ده. فعلا. مش كده؟ فعلا، لأنه وجدت أنه الدور يليق بشاب يمثل شخصية الفلاح. فوجدت أنه أصلح وجه لهذا الدور فنان كان من تلاميذي، وهو الأستاذ سراج منير فيما بعد. فديته الفرصة وقام بالدور، وكان المخرج الأستاذ كريم، فنجح الفيلم نجاح كبير. وأول ما سمعنا عن الأفلام الناطقة فإنا قلنا يجب أن نبدأ. أيوة. وذهبنا إلى فرنسا وعملنا مسرحية أولاد الزوات، التي في نفس الوقت سببت هاج فظيع خالص بين الطبقات الأوروبية، لأنها بتبحث عن نتيجة زواج الشرقي بامرأة أوروبية لا تحترم وطنه ولا تقدره. فكانت بتوصل لي برقيات بتدفع عليها في الشتاء، برقيات بتحرقها يعني بالمئات كلها تهاجمني. وكان هذا الهجوم سبب في نجاح الفيلم، نجاح كما عرفه الناس، نجاح كبير جدا. طب أول استوديو سينمائي مصري أيضا كان استوديو بتاع حضرتك؟ لا، اللي هو كان استوديو رمسيس في مدينة رمسيس. في مدينة رمسيس، وبعدها كان في استوديو وهبي في ميدان الجيزة. فعلا. مش كده؟ بعد كده اتفقت مع شركة اسمها شركة نحاس، وبدأنا ننتج أفلام، ثم مع توجو مزراحي. فوجدت أنه من الواجب علينا أن نعيد استوديو من في أعلى مستوى. فاتفقنا احنا الثلاثة واشتركنا علشان نبني استوديو نحاس وهبي الموجود الآن باسم استوديو النيل.